العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن أسد بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المشركون ودع محمدا ربه فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يدافع عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من ضياء والليل إذا سجى أي سكن فأظلم واتلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم وذلك دليل على قدرة خالق هذا وهذا. وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك وما قلى أي ما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها فراحة كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إن خبثني. ما لي وللدنيا إن عملي ومثل الدنيا كراكبة قال محسدرة هو الهد عليه الصلاة والسلام وسوف يرضيك ربك فترضى. يعني بذلك ما أعده الله له في الآخرة من الجنان والنعيم ومن رؤية ربه والحوض والشفاعة وسائر ما أكرمه الله به في الآخرة.